ينضم إلينا من شرم الشيخ مراسل الغد محمد الحمراوي. أهلا بك محمد. يعني مع بدء وصول القادة، ما هي الأجندة اليوم في المؤتمر مناخ كوب 27؟ يعني في هذه اللحظات يتواصل وصول الوفود إلى هنا في مقر انعقاد القمة 27 للمناخ التي تستضيفها مصر هذا العام. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل قادة الدول ورؤساء الحكومات، نحو 120 من القادة ورؤساء الحكومات يشاركون في هذه القمة، إضافة أيضا إلى نحو 200 من مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالتغيرات المناخية حول العالم. ستكون هناك في نحو 12 ظهرا بتوقيت مصر صورة تذكارية للقادة المشاركين في هذه الاجتماعات، بعدها تنطلق عدة دوائر مستديرة لمناقشة هذه الملفات، كما وصفها وزير الخارجية المصري بأنها ستكون قمة على مستوى القادة ولمدة يومين، تشهد مفاوضات وصفها بالشاقة ما بين الزعماء بشأن قضايا التغير المناخي وجميع الملفات والبنود التي أدرجتها مصر ونجحت في إدراجها بالأمس، وأعلنت عن إقامتها ضمن قمة المناخ كوب 27 هذا العام. هناك عدة ملفات توصف بالشائكة والتي دار بشأنها جدل كبير، بداية من منذ إعلان مصر عن استضافة قمة المناخ. أبرز هذه الملفات هو البند الذي أضيف للمرة الأولى بشأن التعويضات الخاصة بالأضرار والخسائر للدول المتضررة من الانبعاثات الكربونية والتغيرات المناخية وهي الدول النامية. هذا يعني البند الذي وضعته مصر كشرط أساسي وتم الاتفاق على وضعه وإدراجه، لكن كما قال وزير الخارجية المصري من المهم أيضا الوفاء بالالتزام بالتعهدات الخاصة بهذا الملف، وليس فقط إدراج هذا الملف على جدول الأعمال. مدى الالتزام بهذا البند والتجاوب معه سيتم أو سيتضح خلال هذه الجلسة الافتتاحية للقادة اليوم وغدا، ومن خلال كلمات الرؤساء والزعماء والمناقشات والمفاوضات ما بين الزعماء بشأن هذا الملف بشكل خاص، إضافة أيضا إلى استمرار العمل على الملفات الأخرى الخاصة بتخفيف أثر التغيرات المناخية، وكذلك أيضا التكيف معها وإقامة المشروعات التي تعمل على التكيف مع التغيرات المناخية، وكذلك أيضا الملف الأول والأكبر الخاص بمسألة التمويل. قبل قليل كان لنا لقاء مع رئيسة البنك الأوروبي التي تشارك في هذا الاجتماع، وتحدثت عن ملف التمويل وكيف يمكن العمل عليه وكيف يمكن العمل على مسألة استبدال الاقتراض من البنوك لتمويل ملفات التغيرات المناخية. هناك أكثر من 62% من الأموال التي تم الوفاء والالتزام بها تكون على هيئة اقتراض، ومصر تطرح العديد من البدائل لتحل محل هذا الاقتراض، وهذه الديون التي تكون على الدول بشكل يفيد ويساعد في زيادة العمل على مواجهة التغيرات المناخية. وأبرز هذه الأمور هو مسألة المبادلة الخاصة بالدول التي تقوم بالعمل على مواجهة التغيرات المناخية، بحيث يتم إسقاط ديون لتلك الدول التي تعمل على مواجهة التغيرات المناخية من خلال إقامة مشروعات، وبالتالي هذا بديل طرحته مصر بحيث يكون بديلا لمسألة الاقتراض، في ظل أيضا عدم تجاوب كبير أو تجاهل كبير للوفاء بالتعهدات التي تم تقديرها وفقا لاتفاق باريس، وكذلك أيضا قمة كوبنهاجن في العام 2009 بنحو 100 مليار دولار سنويا. رئيس الدورة وزير الخارجية المصري سامح شكري قال بأن هذا المبلغ هو مبلغ في الأساس ليس كافيا، لكنه مجرد مؤشر على مدى التزام الدول بهذا الأمر، وأن ملف التعويضات والخسائر هو ملف تتمسك به مصر بشكل كبير في هذه الدورة. وتمت الإشارة إلى التقرير الأممي الذي رصد التعويضات والخسائر، وهذا
هذا الملف، يعني هناك تقديرات تصل بنحو 525 مليار دولار، وهناك أيضا إشارة واضحة إلى مسألة التزام الدول بتلك التعويضات خاصة فيما يتعلق بباكستان وما حدث لها، والتقرير الأممي الذي قال على لسان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الذي قال إن الأمم المتحدة أرسلت استغاثة لدول العالم بنحو 40 مليار دولار، لكن لم يتم الالتزام إلا بنحو 1% فقط على سبيل التعهدات وليس بالالتزام المادي تجاه التعويضات. وضحت الصورة. شكرا لك محمد الحمراوي، كنت معنا من شرم الشيخ مراسل الغد.